عثمان. قبل ما اشكر حضراتكم عايز اقول لحضراتكم ان جمهور النادي الاهلي هو يستحق اهداء هذه البطوله بكل المقاييس. جمهور النادي الاهلي هو دائما السند والظهر الحقيقي للنادي الاهلي. ولكن اسمحوا لي ان انا اخرج بره المواضيع شويه واتكلم في شيء هام جدا اخيرا، وهو مش هطول يعني في الكلام، ولكن إذا كان هناك رجل آخر أو إنسان آخر يستحق أن نهدي له هذه البطولة، فأعتقد أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم لما تحمله خلال الفترة السابقة، الحقيقة تحمل الكثير والكثير والكثير من انتقادات الجماهير، من أشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولكن في النهاية صمد هذا الرجل، وقف أمام الجميع، وقف أمام الجميع بالحق الحقيقة، وظل صامتا لحين ما فاز الدوري ببطولة الدوري، ما فاز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام. أنا الحقيقة أنا زي ما بشكر جمهور النادي الأهلي ومساندته الدائمة، النادي الأهلي ده أو جمهور النادي الأهلي في حتة تانية خالص، ولكن أنا حابب أن أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي، حابب أن أشكر المشرف العام على كرة القدم كابتن محمود الخطيب على هذا الموسم الصعب جدا جدا جدا. تعرضنا لأشياء كثيرة، وتعرضنا لكلام كثير، وتعرضنا لانتقادات كبيرة، اتقال على النادي الأهلي حاجات لم تكن صحيحة، وما زال بيتقال هذا الكلام، وما زال حيتقال الكلام خلال الفترة اللي جاية، ولكن يظل النادي الأهلي بجمهوره وبمجلس إدارته وبجهازه وبلاعبيه صامد أمام الكل. عشان كده أنا حابب أن نشكر الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على كرة القدم اللي تحمل الكثير والكثير خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا. يمكن حضراتكم عارفين أن الكابتن محمود تحمل يعني حاجات كتيرة جدا 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 خلال الفترة القادمة إن شاء الله، إذا كان عندنا وقت وحنطلع مع حضراتكم كتير يعني الفترة اللي جاية، هيبقى عندنا وقت إن احنا نتكلم في الحاجات اللي اتعملت اللي ما كانتش معلنة، ونقول لحضراتكم ماذا حدث خلال الفترة اللي فاتت من مجهود كبير جدا 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 لإسعاد، فقط لإسعاد جمهور النادي الأهلي. محدش بياخد حاجة من حد، ولكن الغرض الرئيسي والغرض الأساسي في هذا الموضوع هو إسعاد جمهور النادي الأهلي. أنا بشكر جمهور النادي الأهلي شكرا جزيلا، دايما في ظهرنا، دايما واقفين ورانا، دايما في ظهر كل اللاعبين وكل الأجهزة الفنية اللي موجودة في النادي الأهلي. بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الدوري هذا الموسم، لأنه كان دوري صعب وعراقيل كثيرة جدا 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 طوال الموسم أمام النادي الأهلي، ولكن استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي بجمهوره ولاعبيه وإدارته وجهازه الفني إن هو يعدي كل هذه العراقيل ويصل إلى الدوري رقم 41. شكرا جزيلا، وألف ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. إن شاء الله انتظرونا في مباريات قادمة، أو انتظرونا أيضا في ملعب الأهلي خلال الفترة القادمة. مفاجأة.